شركة ولاداك الفاعل رقم واحد في مجال الخدمات العمومية بالمغرب، إنجازات تتحدث عن نفسها وأداء متميز في مجال التطهير السائل والتزويد بالماء والكهرباء. وتزامناً مع بداية فصل الشتاء في يناير من العام 2021، قامت لاداك بتعبئة فرقها وتعزيز وسائلها الخاصة للتدخل الميداني للحد من تأثير التساقطات المطرية القوية، ووفاء منها لنهجها التواصلي الفعال، أعلنت الشركة في بلاغ صحفي أنها منذ توصلها بنشرة خاصة بأحوال الطقس من المديرية العامة للأرصاد الجوية تعلن فيها عن تساقطات مطرية قوية بمجموع المجال الترابي للدار البيضاء الكبرى، تعبأت لاداك وقامت بتعزيز فرقها وكذا وسائلها الخاصة بالتدخلات الميدانية، وجندت الشركة لأجل ذلك 358 عونا ضمنهم أطر وعمال التدخلات المختصين في مجال التطهير السائل، و233 وحدة 17 شاحنة تطهير كبيرة و19 شاحنة تطهير صغيرة، 58 مدخة و132 عربة نقل كبيرة وصغيرة، 7 سيارات رباعية الدفع من أجل تأمين مختلف التدخلات على مستوى شبكة التطهير السائل. كما عززت ليديك قدرات مركزها للعلاقات مع الزبناء لاستقبال والتكفل بعدد من المكالمات يفوق ما يتم تسجيله عادة، كما تم تفعيل منظومة تدبير الحالات الطارئة على مستوى مركز اليقظة والتنسيق التابع لليديك لتدبير الفترة التي تشهد تساقطات مطرية قياسية. وخلال هذه السنة واصلت ليديك التزامها بتقوية بنيتها التحتية للتطهير السائل، كما أطلقت برامج ومخططات للمحافظة على البيئة وتحسين جودة عيش ساكنة البيضاء في إطار المخطط المديري لمحاربة التلوث لولاية الدار البيضاء ستات. وعملت الشركة أيضا على تعزيز استراتيجيتها لمحاربة الفيضانات والوقاية منها ورفع التحديات التكنولوجية والبشرية للمشاريع الكبرى الخاصة بإزالة التلوث وإعادة تأهيل القنوات المجمعة والتجهيزات، فضلا عن الحرص على جودة الأوراش والحد من إزعاج الساكنة. وانخراطا منها في المشروع الوطني لمحاربة جائحة كورونا، كانت ليديك من أولى الشركات التي سارعت إلى إشعار زبنائها بضرورة التوفر على جواز التلقيح ضد كورونا لدخول وكالاتها. وفضلا عن الخدمات المتميزة التي نالت استحسان ساكنة البيضاء، أشاد العديد من المترفقين بالتسهيلات التي وضعتها الشركة رهن إشارتهم فيما يخص أداء الفواتير، سواء عبر التطبيقات الخاصة بالمؤسسات أو عبر الهواتف النقالة أو شبكة الإنترنت أو الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية التي تربطها شراكة مع ليديك، وكذا بفضاءات الخدمات المتواجدة بالقرب من مساكنهم. وعرفت عدد من الأحياء السكنية تواجدا مكثفا لفرق الشركة في أعمال استباقية لقيت استحسان المواطنين، على سبيل المثال للحصر بمنطقة ولاد حمد بمدينة الرحمة، حيث تدخلت فرق الشركة لوضع حل نهائي لإشكالية تجمع مياه الأمطار بالمنطقة، تماشيا مع استراتيجية الشركة الاستباقية لصيانة المنشآت وتقوية القدرة على التحويل لنظام تجميع المياه العادمة والمطرية. إنجازات ومبادرات مكنت ليديك من تتويج مسارها الناجح بحصول على لقب الشركة الأفضل في مجال المسؤولية المجتمعية للمقاولة، ومن بين 5 أفضل مؤشرات للأسواق الناشئة لوكالة التنقيط غير المادي في جيو آيريس.